المرأة العربية في النقب تواصل في كثير من الحالات الصراع بين الحفاظ على العادات والتقاليد من جهة والانخراط في سوق العمل من جهة أخرى، ما يعتبره الكثيرون قصص نجاح، خاصة لمن لم يحالفهن الحظ والظروف بالدراسة الأكاديمية. المرأة التي تعمل في مجتمع محافظ هي امرأة مثابرة ومجاهدة وبتتحدى كل الصعوبات، رغم من كل الصعوبات اللي هي متواجدة فيها بتتحداها وبتسوي دعم لبيتها ولأسرتها وكمان للمجتمع اللي حواليها. هذا لصالحنا ولكل شيء، يعني مش حرام الواحد تساعد جوزها، يمكن جوزها يمكن ما بيقدر على المصروف اللي هي تطلع المرأة، يمكن أنا في اللحظات هذه يمكن أول مرة ثاني مرة يمكن أطلع مصروف زيادة شوي. أنا أحب الشغلة هذه، يعني أنا أحب الشيء هذا، يعني أنا أحب إني أشتغل. يعني تستهجن أحياناً بعض القصص التي تتناولها الصحافة الإسرائيلية بصورة موسعة حول أول عربية في مجالات اختص بها الرجال عادة، ومع ذلك يرى ناشطون أن تجاهل قصص النجاح الملفتة يضع العوائق أحياناً أمام أكثر من نصف المجتمع. إعالة أسرة هي إعالة مجتمع، النهضة بمكانة المرأة اقتصادياً ونهضة بمكانة مجتمع بأكمله، فلازم إحنا نعزز ونساعد في طرح الإمكانيات والبدائل وطرح خطط عمل اللي هي تكون كفيلة في إنها تساعد النساء في إنها تسوق ذاتها وتسوق إمكانياتها ومنتجاتها الشعبية اللي هي جداً متميزة. ورغم وجود تيار محافظ لا يستهان بقوته في النقب، إلا أن الجمهور الداعم للمطالب المرأة بالاندماج في سوق العمل بات يتزايد يوماً بعد يوم.